أكان فيدانا، هذا الاسم الذي سيبقى الأتراك يرددونه كلما تذكروا إفشالهم لمحاولة الانقلاب التي باتت تعرف بليلة 15 يوليو، لا سيما وأنها تحولت إلى عيد وطني رسمي تم خلاله صون الديمقراطية ودحر أثناء العسكر. فيدان الذي يشغل منصب رئيس الاستخبارات التركية تطلق عليه وسائل الإعلام التركية ألقابا عدة من بينها الثعلب التركي، حافظ أسرار أردوغان، ويد أردوغان الضاربة، كما يلقب الأتراك أحيانا بالسكينة، واكتسب أخيرا لقبا جديدا هو منقذ أردوغان. نجم هذا الرجل استطاع عندما نجح في إصلاح جهاز الاستخبارات التركية الذي شهد في عهده نقلة نوعية كبيرة، فانتقل من جهاز مترهل غارق بالخلافات الداخلية من كل اتجاه إلى أحد أقوى أجهزة المخابرات في العالم. هاكان فيدان المولود عام 68 عين عام 2009 نائبا لرئيس الاستخبارات التركية أنذاك، وعندما تقاعد الأخير بدأ فيدان مساره رئيسا للمخابرات في أيار مايو عام 2010 ليثير بذلك استياء كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بسبب موقفه الرافض للتعاون مع الموساد الإسرائيلي، والذي لم يكن راضيا عن هذا الوضع، ما جعل القادة الإسرائيليين لا يحبذون وجوده في رئاسة المخابرات التركية، واعتبره رئيس حكومة الاحتلال آنذاك بالأمر المقلق. وعلى خطى رئيسه دخل فيدان هاكان إلى الساحة السياسية الخارجية عبر الدخول على خط تيار القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي بعد أزمة مرمرة، والذي قالت إسرائيل إن رئيس المخابرات هاكان هو صاحب فكرة الأسطول والمخطط الرئيس لها. هذا الرجل بات اليوم بنظر الأتراك الجندي المجهول الذي تمكن من إفشال محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويقال إنه هو صاحب فكرة توجه أردوغان بالحديث إلى الشعب التركي بشكل مباشر مطالبا إياه بمقاومة الانقلاب، وقال لها سنقاتلهم حتى الموت، أنت انزل إلى الشارع وابقى مع الشعب.